مشاهدينا الكرام، للمزيد حول عودة إيران بضخ الغاز للعراق بشرط استرداد ديونها من المستحقات على بغداد وتبعات ذلك القرار على حكومة في بغداد والتعامل مع طهران، ينضم إلينا الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بكم دكتور جاسم. بداية، بعد فترة تخفيض الغاز عادت إيران لضخ الغاز مرة أخرى بالكميات المتفقة عليها. بداية، كيف تقرأ قرار تخفيض ضخ الغاز من قبل إيران خلال الأيام الماضية؟ نعم، شكرا لكم. أولا أنا أعتقد أن إيران هي مجبرة على إعادة فتح هذا الباب المهم بالنسبة لها، لأنها يعني لا تجد خيارات أخرى بسبب الحصار المفروض عليها، وبالتالي أعتقد أن السوق العراقي هو من المنافذ المهمة لإيران، على اعتبار أنه الأقرب وأنه الأرخص وغير ذلك من العوامل التي تدفع القيادة الإيرانية لاستمرار هذا الأمر. لكن ما جرى هو عملية ضغط حقيقي على حكومة بغداد من أجل دفع المستحقات المترتبة على العراق من استيراد الغاز الإيراني. وهنا نقول يعني ما الذي غير هذا الرقم؟ يعني قبل خمسة أيام ذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن إيران لديها على العراق مديونية 2 مليار و600 مليون، ثم بالأمس ظهر أن الرقم هو 6 مليار دولار. لا ندري كيف تضاعف الرقم إلى ضعفين وربع أو أكثر خلال ثلاثة أيام. وهذا يعني إن كان الناطق باسم وزارة الكهرباء لا يدري في حقيقة الرقم فهذه مصيبة، وإن كان يدري فهذا يعني أن هنالك أمور ترتب في العراق دون دراية الشعب العراقي. هل تعتقد دكتور، هل تعتقد أن ما حدث من موضوع إعادة ضخ الغاز مرة أخرى بعد أيام قليلة كان ربما بصفقة أوصلت هذا الرقم إلى 6 مليارات؟ كل شيء جاهز، يعني تعلم جنابك أنه الكلام الناطق باسم وزارة الكهرباء قال أن الكهرباء في العراق ستكون 4 ساعات يوميا، وهذا يعني أن لو فرضنا تم تطبيق هذا الأمر أعتقد أنه العملية السياسية في العراق ستكون في موقف محرج جدا، وربما حتى بعض المؤيدين لها سينقلبون عليها، وأعتقد ربما تم ترتيب الأمر مع وزير الطاقة الإيراني الذي زار بغداد قبل 48 ساعة، وربما تم مضاعفة الأمر واعتبار أنه هذا الأمر ضمن يعني الفوائد المترتبة على هذا المبلغ. يعني هل تعلم جنابك أن وزارة الكهرباء العراقية لديها مديونية لبعض الشركات الأجنبية لغاية عام 2048؟ هذا يعني أن موازنات العراق منذ ما يقرب 5 سنوات سابقة وحتى عام 2048 سيكون فيها استقطاعات لشركات كهرباء، وعليه القضية غريبة جدا. نحن نتحدث أن العراق يحتاج إلى 30,000 ميجا واط يوميا، اليوم إنتاج العراق هو 19,000 ميجا واط، وبالتالي النقص هو 11,000 ميجا واط. يعني مصر تعاقدت مع شركة سيمنز في عام 2015 بمبلغ 2,700 مليون، 2 مليار و700 مليون دولار لإنتاج 3.6 آلاف ميجا واط، وهذا يعني أن العراق بحاجة إلى 3 عقود من هذا النوع، ما يقارب تقريبا 7 أو 8 مليار دولار يمكن أن تنهي القضية في العراق. القضية طيب الآن دكتور، يعني الكاظمي توجه إلى تركيا للتعاقد على استيراد الكهرباء من تركيا، هل تعتقد أنه حل من الكاظمي في ظل الضغوطات الإيرانية على العراق؟ يعني أتصور أن القضية لا علاقة بالاستيراد من هذا البلد أو ذاك، القضية هنالك خلل في منظومة الإدارة العامة في العراق. يعني على سبيل المثال، لجنة
برلمانية تحقيقية شكلت في السابع من هذا الشهر 2020 ذكرت أن وزارة أن العراق أهدر على الطاقة الكهربائية 81 مليار دولار، وهذا يعني أنه كان بإمكان العراق أن يبني أكثر من 40 أو 35 محطة عالمية تبنيها شركة سيمنز ألمانية. صحيح. وعليه القضية لا تتعلق بالأموال، نحن يعني بلد ليس فقيرا، العراق من البلدان الغنية في المنطقة والعالم، لكن الخلل هو في المنظومة التي تدير البلاد، هنالك فساد مالي وإداري. هل تعلم سيدي كريم أن العراق يخسر يوميا ما يقارب من 80 مليون دولار نتيجة الغاز المحروق طبعاً الذي يصاحب هذه النقطة دكتور، اللجنة الدولية للطاقة قالت بأن العراق يحرق ما يعادل كمية غاز تكفي لتوليد طاقة كهربائية لثلاثة ملايين منزل في اليوم الواحد، يعني هذه الأرقام المخيفة حقيقة، وبالإضافة إلى ذلك أن نسبة نقاوة الغاز الطبيعي في العراق هي تصل إلى أكثر من 95%، مع هذا يلتجئون إلى إيران لاستيراد الطاقة، لماذا الاعتماد الكلي على إيران وتسلم البلد بطاقاتها أو بمقدراتها إلى إيران لتتحكم هي بالنهاية في مصير العراقيين؟ يعني هل يعني انا اتصور انه قضيه يعني استفاده ايران من العراق هذا الشيء لا ينكر، وهذا الامر نحن لا نعيب على القياده الايرانيه انها تحاول ان تستثمر كل شيء من اجل مصلحه شعبها، نحن نعيب على الذين يعطون اموال العراقيين لغير العراقيين. وبالتالي القضيه سيدي كريم لو كان هنالك في العراق حكومه نقيه صافيه يمكن خلال سنة واحدة فقط أن يعني تأخذ نصف موازنة البلاد وتذهب بها إلى قطاعات الخدمات بما فيها الغاز والكهرباء، يمكن بملياري دولار فقط أن نقوم بإنشاء معمل أو معامل للغاز في البصرة وغيرها. وبالتالي ربما أنا أعتقد وجازم لهذا الأمر أن العراقيين ممكن أن يصبروا على هذا الأمر لمدة عام من أجل تجاوز المرحلة القضية. نحن لدينا اليوم في عام 2021 موازنة أكثر من 100 مليار دولار، وبالتالي القضية تتعلق بنظام الإدارة الفاسد في العراق هو الذي سبب الإشكالية الكبرى، وبالتالي نحن لا نلوم إيران ولا نلوم غيرها من الدول التي تستغل الحالة العراقية، وإنما اللوم كل اللوم على القيادات التي تدعي أنها تعمل من أجل العراق، وفي الواقع أثبتت التجربة أنها فشلت فشلا ذريعا في إدارة البلاد، على الأقل في توفير أبسط الخدمات للمواطنين وفي إدارة البلاد إلى بر الأمان، وهذا الأمر حقيقة مؤلم لكن واقع الحال يتوجب علينا أن نقول الحقيقة للرأي العام. شكرا جزيلا لك دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.